السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، أسعد الله أيامكم وجميع أوقاتكم بكل خير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. الحقيقة يا أخوان نحن نعتذر من الجميع في التقصير في الطرح، إن كان هنا في سناب شات أو في إنستغرام أو تويتر وفي يوتيوب برضه، نحن مقصرين الحقيقة لأننا مضغوطين طلبات، ونجتهد إن شاء الله بإذن الله أن تصل جميع الطلبات قبل العيد بإذن من أنزل القرآن، أنها تكون بين أيديكم جميع طلباتكم يتم التعامل معها بسرعة. ما فيه تطلب الآن، لاحظ بعد فترة تلقى جاري التوصيل على طول يتغير، ما يجلس في يد ميسم الورد الطائفي ولا يطول. منتجاتكم اللي تطلبها أنا أعرف أنك على شغف تشوفها بينك. هذا جزء من الطلبات اللي تم طلبها من الساعة 5 عصرا اليوم، اللي قبلها كلها مشت، كلها روحت طول، والآن تجدها في المستودعات الرئيسية لشركات الشحن، ما تجلس عندنا أبدا وعلى طول ننقل. الحقيقة أننا اجتهدنا بثقل تعاملنا مع الخدمات اللوجستية أن يكون التوصيل حتى ليلة العيد. بعض الشركات قالوا لا، نحن من سياستنا نوقف استقبال يوم 24، قلنا الله معكم، بنتيح لكم خيار مكتوب الخدمات الخاصة في اي بي في الشحن آخر شيء، تمام، وراح نحط لكم إياه بسعر مميز جدا 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 إذا قفلت عنا شركات الشحن اللي بيقفلون، بيقولون إن إحنا خلاص ما عاد نستقبل، عندنا لكم خيار ثاني بإذن الله نكون معكم حتى ليلة العيد. ومن ثاني ليلة العيد طلباتكم أيضا تكون في النقل. العام هذا متغير عن الأعوام السابقة. وش السبب؟ السبب تأخر رواتب وإعلان معظم شركات الشحن انه خلاص ما عاد نستقبل منكم شحنات الا يوم 22 و23 رمضان. طيب ايش نسوي؟ وقفوا طلبات حتى بعد العيد. الشركات اللي قالوا كذا، ميسم الورد الطائفي بتقول تعاملها وجدت بدائل. البدائل هذه راح تتفعل اذا اغلق الشحن في شركات الشحن سمسا ارامكس. يعني إن شاء الله بإذن الله إننا معكم حتى ليلة العيد. أطلب وتابع طلبك، نرسل لك على طول رابط تابع فيه طلبك. الشركات الناقلة اللي نحن نتعامل معهم شركات عالمية وقوية، نقول لكم بالفم المليان، وراح إن شاء الله بإذن الله تشوفون حجم التعامل. آخر يوم راح نستقبل فيه طلبات يوم 29 رمضان، والطلبات اللي في النقل اللي تم شحنها عن طريق الخيار هذا اللي راح نحط لكم اياه الفي اي بي نقل فترة العيد، راح نحط لكم الرابط ونوريكم طريقة الطلب. هذا اللي تنقل عن طريقه قبل العيد راح يبدون في التسليم من ثاني يوم العيد. شركة الشحن هذه اللي بنختار لكم اياها من ضمن منظومة شركات وجدنا حلول معها، راح تبدأ التسليم من ثاني يوم العيد بإذن الله. يعني اطلب بقلبك قدك. بناخذ بكم لفه اليوم في قسم الفي اي بي نوادر ميسم الورد الطائفي. راح نوريكم مستخلص بتلات الورد الطائفي، قبلها راح نوريكم طريقه خاطئه لاستعمال العود الخشب. اذا كان عندك عود خشب تستعمله يكون ثقيل زي العود الهندي النقلند، لا تستعمل معاه جمر ميت، يقتله، ما يعطيك الاداء الحقيقي، ترجع تقول التاجر غشني. استعمل معاه فهم حي، شفتوا كيف كان أداؤه هنا؟ ميت، شوفوا كيف الآن يعطي احتراق جميل، يعطي الرائحة الجميلة، يعطي الرائحة الحقيقية والنكهة الحقيقية للهندي النقلاند. لازم تستعمل مع العواد على حسب، إذا كان رقائق مناسب أنك تستعمل معه فحم ميت زي كذا، يكون مرمت 50% و50% حي. إذا كان لا، العود تستعمل ثقيل، أعطوه نار. لاحظ معي أخي الكريم أن الكسر اللي حطيناها على الجمر الحي، الجمر اللي محترق احتراق صحيح، تمام، هذا والله أنه باقي لأنه إيش ملاصق للمبخر. والأفضل أفضل طريقة ترى تحط لك شبك، وتحط لك أي شبك ترفع أو ترفع الفحم عن جدران مقاع المبخر، ترى يعطيك أداء حقيقي، يعطيك نار حقيقية. شوفوا نحن معطينه جمر حقيقي، ما وصل احتراقه ما احترق احتراق كامل.
هذا قسم كنوز ميسم الورد الطائفي. في قسم كنوز ميسم الورد الطائفي تشوف منتجات حصرية ما تجد إلا هنا موجودة. دهن عود أبو سمكة الأصلي المقفل والمختوم بختم المصنع زي ما تشوفون، مقفل بالكامل ومغلف بتغليف المصنع. عندنا غرشة 10 تولات من أبو طاووس اللي هو هذا هو. شوف هذا من الدهن. من نفس هذه أبو طاووس اللي هي العشر، فيها العشر عبوات زي كذا، وفيها أيضا شمامة العنبر. هذه عليها عرض إلينا اليوم ب 1500 ريال من 3000 الغرشة هذه اللي تشوفون شمامة العنبر. أيضا دهن الصند الأصلي نفس المورد ونفس الوكيل، مختومة بختم المصنع قبل 50 سنة. من منتجاتنا الحصرية أيضا عنبر قابوس عمان. هذا العنبر حصلت عليه ميسم الورد الطائفي حصريا، ما هو موجود ولا تحصله مختوم بهذه الطريقة. هذا صنع خصيصا بالهوية العمانية لقابوس عمر رحمة الله عليه، حصلنا على الكمية كاملة، تم بيع الكمية كاملة، ما فيها الآن منه أبدا حتى ولا غرشة. هذه نحن محتفظين فيها لأنفسنا فقط، محتفظين بكم غرشة لمخلطاتنا، لأنه الحقيقة عنبر فاخر جدا جدا جدا. شوفوا كل غرش موجود عندنا منه، ايضا بالربع توله بالنص توله بالتوله متوفر منه، هذا متوفر. وعندنا كم غرشه نحن مجهزينها لتعبئه الاربع. تقريبا نحن اخذنا بكم لفه الان في اي بي ميسم الورد الطائفي، ونوادر حصريه حقيقيه تعتبر كنوز. هذه يعني اذا اقتنيتها اقتنيت كنز ما عنده حد. نرجع للكسره هذه اللي وريتكم اياها اول. اذا جيت تغيرها من مكانها وتحط كسره ثانيه، تمام؟ اذا شلت الكسره من مكانها خذ الولاعه هذه واعد اشعال الجمر بالطريقه هذه. ها حط الكسرة الثانية الآن واستمتع برائحة جميلة. طريقة التعامل مع الطيب أهم من انتقائه. أحيانا تنتقي أجود الأنواع وبسبب يعني أنك يعني ما تتعامل معها بطريقة صحيحة، ما تعطيك الأداء الصحيح ولا الرائحة الصحيحة. هذا باكج خيركم 399 ريال. باكج خيركم باكج مناسب للمعايدة. الباكج هذا فيه مسك العائلة وهند الشيوخ، دهن هندي شيوخ، هذا من إنتاج مصنعنا في أسام، دهن هندي فاخر جدا ثباته بشهادة متابعينا الكرام 2 يوم على الجلد. وفي مخلط الزعفران الملكي ميسم الورد الطائفي، في مخلط نسك جنوب فاخر من الآخر أيضا ثباته عالي جدا 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 ولا يشابه أي مسك. وروح المسك الملكي أيضا هذه مستخلصة بثلاث الورد الطائفي حاضرة فيها. وأيضا مخلط العيد، مخلط العيد هذا فيه أدهان قديمة ونادرة وهندي شيوخ، مستخلص بثلاث الورد وعشرين بطاقة معايدة من عواد الفتنان درجتها AAA. الباكج هذا ب 399 ريال وموجود الآن متاح إلى اليوم، ممكن أنك تطلب.